بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طالبات الصف السادس وطلاب الصف السادس، ها نحن نعود مرة أخرى معكم في حلقة جديدة ودرس جديد، وهذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس اللغة الإنجليزية لكتاب منهج الصف السادس. أيها الأحبة، بداية سنحاول حل واجب التمرين في صفحة رقم 17 للدرس السادس، ثم ننتقل إلى نأخذ درس جديد والدرس السابع. أمامنا التمرين التالي، أوامر أخذناها في الحصة الماضية وفي الدرس الماضي من 1 إلى 8، وأيضا أمامنا صور تمثل هذه الأوامر. نريد أن نضع رقم الأمر أمام الصور. لاحظ أول عبارة stand up. stand up، عبارة stand up ماذا تمثل من الصور التي أمامك في الجهة المقابلة أو في الجهة اليمنى؟ هنلاحظ العبارة الوحيدة التي هي تمثل هذه العبارة هي عبارة stand up، وهي الصورة رقم 1، وهذا التمرين محلول جاهز في كتاب الطالب في كتاب النشاط سوري في الهوم ورك، وأمام رقم 1. سنضع الأرقام المقابلة أمام الصور المناسبة. العبارة الثانية sit down. sit down. sit down تعني إيش؟ أجلس. ممتاز، إذا كلمة sit down تعني أجلس. والعبارة الوحيدة، الصورة الوحيدة التي تمثل هذا التمرين رقم 2، هي الصورة التي أمامك والتي يؤشر عليها بالماوس أو بالفأرة. أوكي، الآن نضع هنا رقمها كام؟ نمبر 2. نمبر 3 stop. stop. طب يعني يقف، والصورة المناسبة هي هذه الصورة التي تشير عليها بالماوس، سنضع في هذا الفراغ نمبر 3. الكلمة اللي بعدها go. go اذهب، وكلمة go اذهب تمثل أيضا تمثلها صورة، والصورة سنبحث عنها، سنجد أن هذه الصورة التي نؤشر عليها بالماوس هي الصورة التي تمثل كلمة go، ونضع هنا السؤال آسف سوري نمبر الكلمة نمبر 4. نمبر 5 open. open open. لاحظ كلمة open تمثل هذه الصورة، نضع هنا نمبر 5. اللي بعده close. close هذه الصورة الوحيدة التي تمثل هذه الكلمة، كلمة close يعني اقفل. اللي بعده كلمة السابعة كلمة write. write تعني اكتب. write تعني اكتب. سنبحث بين هذه الصور عن الصورة المناسبة، سيد أنها تقع في أعلى في قائمة الكلمات أو الصور، وهي في أعلى أول صورة وفي أعلى الصور، ونضع هنا نمبر 7. آخر كلمة كلمة read. read وتعني يقرأ، وهي الصورة الأخيرة، ونضع هنا نمبر 8. هذا التمرين هو التمرين كتاب النشاط، وهو التمرين الذي يخص الدرس السادس. واليوم سنحاول أن نأخذ درس جديد وكلمات جديدة، وإلى الدرس. الدرس هو عبارة عن كلمات يحويها الفصل الذي تجلس فيه. فالفصل كلمة فصل تعني classroom. عيدوا معي الكلمات هذه repeat please. classroom. 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 إذا كلمة classroom تعني فصل أو صف مدرسة. صف مدرسي. سنأخذ الكلمات الموجودة في الصف المدرسي بدءا بعبارة classroom وتعني صف. نأخذ كلمة الكلمة الثانية chair. repeat أعد معي سأعيد كل كلمة 3 مرات. chair. 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 number 2 desk. 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 board. 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 book. 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 pen. 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 pencil. 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 bag. 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 door. 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 هذه الكلمات تقع أو تكون موجودة فين؟ في الكلاس روم، في الفصل. this is my classroom. هذا صفي. عنوان الدرس هنا أيضا كلمة كلاس روم، عدناها أكثر من حوالي 5 مرات. الآن سنضع الكلمات على الصور، ونبدأ بقراءة الكلمات كلمة كلمة
وكل كلمة تمثل صورة. أول كلمة هي الكلمة موجودة على الباب ونقرأها وتمثل الباب. door 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 يعني باب. number two board board board. number three book book book. number five number four pen pen pen. number five pencil pencil pencil. number six desk desk desk. number seven bag bag bag. number eight chair chair chair. number nine bag bag bag. اوكي هرجع اسال مره اخرى انا على كل what's this what is this. هتجاوب هتقول this is a door this is a door. what's this what's this. this is a board this is a board. what's this ما هذا. this is a book. What's this? This is a pen. What's this? This is a pencil. What is this? This is a desk. What's this? This is a bag. What's this? This is a chair. What's this? This is a bag. This is a bag. سنذهب أيضا إلى الدرس. نعيد الدرس مرة أخرى بطريقة أخرى. ربما هتكون الطريقة الأخرى مراجعة ل الدرس وفي نفس الوقت محاولة إلى إعطائك الدرس بطريقة أخرى. ركز وانتبه وحاول تفهم. This is lesson number seven. Classroom. Classroom. هنبدأ بالكلمات. أول كلمة أمامك كلمة chair. كلمة الثانية كلمة desk. chair كرسي وdesk طاولة. هذه الطاولة وهذا الكرسي. chair. chair. desk. chair. desk. chair. desk. نقول chair and desk. chair and desk. chair desk desk. try to repeat. حاول تعيد. chair again. chair again. chair yes. desk again. desk again. desk. good. إذن chair كرسي وdesk طاولة. سننطلق إلى كلمة جديدة أمامك صورة سبورة وهذه الكلمة هنحاول حاول تقرأها قبل أن نقرأها وسنعيد معك ثلاث مرات. أوكي ها مين قرأ الكلمة هذه؟ أعتقد الجميع حاول قراءتها. الآن سنعيد قراءة. board yes board 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 board. أوكي كلمة أخرى كل يعرف هذا وهذه الكلمة تعني كتاب و حاول قراءتها قبل أن نقرأها بدبل أوكي. إذن هي كلمة إيش؟ كلمة book. كلمة book. اللي بعدها look at this. هذا قلم. كنا نعرف معنى كلمة قلم. pen 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 pen. pencil 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 pencil. قلم رصاص. bag 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 وتعني حقيبة. door 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 door. what's this what's this ما هذا. this is a bag this is a bag. what is this this is a bag. what is this This is a bag. What is this? This is a bag. Good. Okay. سنحاول أن نأخذ تمارين على هذا الدرس من أجل أن نستوعب الدرس بطريقة أفضل ونعيد الكلمات مرة أخرى بطريقة أسئلة ونحاول أن نحل الأسئلة. ركز تبع هذا آخر جزء من الدرس. Complete the missing letter. Complete the missing letter. أكمل الحرف الناقص. أوكي. هنلاحظ على القطار كلمة الكلمات اللي أخذناها ولكن ننقصها حرف. مين يحاول يكمل هذا الحرف؟
صح، أكيد أنت عارف إيش الإجابة اللي هنا. الإجابة اللي هنا هو ناقص حرف إيش؟ door. مين يقول؟ يس، الإجابة الصحيحة ها لوك. إذا الإجابة الصحيحة كلمة أو حرف أو، سوري حرف أو، وهكذا هو الحرف الناقص. ممتاز ممتاز. Choose the correct answer. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. What's this؟ هذا قلم رصاص. Yes. هنحاول نعطيك أربع كلمات، واللي شاطر هو اللي يحاول معرفة الكلمة الصحيحة. This is a. What's that؟ Yes. A. A. Chair. Chair. هل هذا chair؟ B. Book. هل هذا book؟ C. C. Pencil. Pencil. هل هذا pencil؟ هنشوف. D. Bag. Bag. هل هذا bag؟ أوكي. أمامك أربع كلمات. قرأنا أربع كلمات. سنعيد قراءتها مرة أخرى. A. Chair. B. Book. C. Pencil. D. Bag. مين يعرف الإجابة الصحيحة؟ أكيد الجميع خمن الإجابة الصحيحة. سنحاول أن نحل السؤال ونفاجئك إذا كانت إجابتك غير صحيحة. هي كلمات pencil. كلمات pencil. This is a pencil. This is a pencil. Excellent. Good. تاج أحسن. Guess. Guess يعني خمن. حاول تخمن الإجابة. حاول تفكر فيها. The picture begins with. The picture begins with. الصورة تبدأ ب. B. الصورة تبدأ بأي حرف؟ لاحظ. bag. إذن الصورة هي كلمة bag. صورة كلمة bag هي حقيبة. instructions. instructions تعليمات. one. number one. listen to the word carefully. listen to the word carefully. استمع إلى الكلمة بانتباه. two. number two. say the word. say the word. قل الكلمة. three. number three. spell the word. spell the word. حاول تهجئة الكلمة. board. نبدأ بالكلمة الأولى كلمة board. b o o a a r r d d board. وهكذا وصلنا إلى نهاية الدرس، و سنعود مرة أخرى إلى كتاب النشاط ونحاول معرفة ما هو الواجب الذي لدينا هذا اليوم. عندنا في صفحة رقم 18 اللسون 7 كلاس روم، يعني الدرس، يعني عنوان الدرس الفصل ماتش أند كومبليت. حاول تكمل وتختار. What is this؟ What's this؟ Number one. This is a. لاحظ this is a ومعطيك هنا فراغ عبارة عن دائرة تضع فيها رقم. هتنظر هنا تجد عندك كلمات من 1 إلى 8. هنقرأ الكلمات. أول كلمة classroom، ثاني كلمة pen، كلمة الثالثة book، كلمة الرابعة pencil، خمسة bag، number 6 desk، number 7 chair، number 8 board. هذه الكلمات الثمان يجب أن نضع رقم كل كلمة تحت الصورة المناسبة. مثلا التمرين رقم الصورة رقم سوري رقم 1، الكلمة الموجودة الصورة الموجودة في اليسار، والكلمة تعتبر الصورة الأولى. لاحظ صورة كتاب this is a، وندور على كلمة كتاب نجدها رقم 3 ونضعها في number 3. الصورة الثانية صورة كرسي this is a، نبحث عن كلمة chair نجد كلمة chair موجودة في number 7 ونضع هنا في الدائرة number 7. What's this؟ This is a، وهذه حقيبة وتعني bag، وهي number 5. نضع number 5 هنا. التمرين هذا محلول. This is a. هذا إيش؟ هذا فصل. Classroom وهي number 1. اللي بعده هل لاحظ هذه This is a. a. إيش؟ This is a. ها؟ إيش الإجابة الصحيحة؟ هي desk. Number 6. اللي بعدها This is a، وعندنا صورة pencil. pencil هنبحث عن pencil
نعيدها نمبر 4 نمبر 4 اللي بعدها this is a طبعا الإجابة هي رقم 8 نمبر 8 هنضع هنا نمبر 8 this is a board it's a board وآخر صورة this is a pen this is a pen قلم سنعيد الإجابات مرة أخرى ونبدأ بنمبر 1 هذا التمرين محلول والتمرين هنا تمرين هنا يعني فصل هذا فصل this is a ونجد أنه نمبر 1 محلول classroom نمبر 2 نبحث عن كلمة pen فين كلمة pen موجودة هنا في الصورة هذه هذا هنا نمبر 2 نمبر كلمة ثالثة نمبر 3 book book هي موجودة في الأعلى نضع هنا نمبر 3 نأتي الكلمة الرابعة نمبر 4 pencil pencil قلم رصاص هذا قلم رصاص نضع هنا نمبر 4 نمبر 5 bag 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 يعني حقيبة ونأتي هنا ونضع نمبر 5 نمبر 6 desk desk طاولة هذه هي الطاولة نضع هنا نمبر 6 نمبر 7 chair 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 تعني كرسي نبحث عن الكرسي هنا نمبر 7 آخر كلمة نمبر 8 board نبحث عن كلمة board يعني سبورة ونضع هنا نمبر 8 بحل هذا التمرين أيها الأخوة وصلنا إلى نهاية الدرس نتمنى أن نكون قد حاولنا إعطائك الدرس بأكثر من صورة لكي تستفيد ولكي تعرف هذا الدرس بشكل تام ونتمنى أننا قد أسعدناكم وقدمنا لكم هذا الدرس مع السلامة Goodbye.